محمد احمد علي كان عزل الفيروس مع ظهور الجائحه، واشتغل عليه وعمل له سيكونس وعمل له التنقيه المطلوبه وظبطه. وبعدين كان بداوا بقى يدوروا على مكان عشان يعملوا فيه انتاج. جم عندنا المصنع وشافوا المصنع وشافوا الامكانيات، اعجبوا بالامكانيات، وكانت الامكانيات تفيد اللي هم عايزين يعملوه. بدانا نتكلم وبدانا نمضي بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث عشان يبقى في بيننا تعاون ان هم يودونا بالقرن دي واحنا نشتغل الشغل بتاع الامكانيات. طبعا الموضوع طبعا خد مراحل. طبعا بعد كده جت هيئة الدواء وعملت اوديتنج على المكان، وكان في شويه حاجات طلبناها زياده عملناها، وجم تاني وعملوا اوديتنج تاني، والحمد لله خدنا ابروف على المكان اللي احنا بنشتغل فيه، ودونا الجي ام دي اللي هي جود مانفكشر بروسيجر اللي هو متطلبات الانتاج التاني. بدأنا نشتغل في اللقاح، وعملنا وصنعنا الجرعات اللي هي بتاعت فيز 1 وفيز 2 حوالي 2000 أنبولة، وبدأنا نعمل التجارب على الحيوانات التجارب، والنتائج الحمد لله كانت كويسة. النتائج كثيرة قوي، وكان متطلبات آية الدواء كتير، واحنا كنا قادرين نفهم برضه هما بيدققوا في الحاجات دي ليه، لأن دي برضه حاجة خاصة بصحة الإنسان، فطبعا لازم يبقى عليها ريستريكشنز كتيرة، ولازم يبقى عليها كواليتي، لازم تبقى حاجة كواليتي عالية وسترايل، كل الأمور دي كلها احنا قاعدين نفهمها. لكن خدنا شوط طويل في إن احنا نعد الملف، وخدنا شوط طويل في إن احنا نكمل كل التجارب المطلوبة عشان نتأكد من الإفشنسي بتاعت اللقاح ودرجة النقاء بتاعته. هذا المجهود الكبير وصلنا ان احنا ان شاء الله من اول 3 ايام او يومين بدانا. كان في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار اعلن فيه عن بدء التجارب السريه، وان شاء الله التجارب السريه تنجح ونكمل المسيره باذن الله. جميل. عملت التجربه تم عندنا في المصنع اوتوماتيك بعد ما خلص عمليه التحضير، منطقه التحضير يبدا المحلول يتقلي اوتوماتيك. عملنا هي يخش تجد الرفع في الجنوب، مصدر تمثل ساخن عمودي اللي نستخدمه. تبدأ المكعب تعدي أوتوماتيك كمية المعلومة أوتوماتيك معقم، مرابط معقم، وتدخل بعد كده على السير دوت على الصينية وتاخد الليبل بتاعها. كل العمليات الإنتاجية بتتم هنا أوتوماتيك، كل الأجزاء اللي بتخش جوه المكان دوت كلها متعقمة أوتوماتيك بقى. الحمد لله المصنع هنا إمكانياته كويسة. خلصنا المرحلة الأولانية لإنتاج لقاحات الدواجن. الطاقه الاولانيه للمصنع 600,000 ازازه، الازازه بتكفي 1000 جرعه، يعني 600 مليون جرعه. دي المرحله الاولانيه. دلوقتي شغالين على المرحله الثانيه اللي هي اللقاحات البكتيريه، خدنا التراخيص بتاعتها ونسجل منتجاتها. عندنا في المرحله الاولانيه 13 منتج مسجل، خدنا تقريبا 80% من السوق المصري اول مرحله اللي هي اول سنه شغل. صدرنا 3 دول، وان شاء الله نخلص المرحله الثانيه والثالثه ونبتدي برضو نقدر نصدر ونغطي السوق المصري واحتياجاته في لقاحات الدواجن. لقاحات البشري احنا بدانا في موضوع الكوفيد مع المركز القومي للبحوث، وان شاء الله لو خلصت التجارب السريه على خير هنبتدي نتعاقد مع الشركات لانتاج الجرعات اللي هتطلبها الدوله مننا وللسوق الافريقي والسوق العربي. احنا مسجلين لقاح كوفي باكس بشراكة مع المركز القومي للبحوث، ما تعالي اسمه ما جناش اي يعني ما تخرقناش الموضوع ان احنا نديه لحد تاني ينتجه، لكن احنا مش هنقف لو البلد محتاجه احنا هندعم ونساند ونحب شركاء نجاح معانا.